فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه العبارة لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين، هل هذا القول من الألفاظ الشرعية أم من الألفاظ الشركية؟ لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم رسوله. العلماء فيهم وفيهم، فيهم من هو على هدى وعلى خير، وفيهم من هو ضال، هم كل العلماء. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.